إذن للحديث عن ملف إيران الاقتصادي وتوجهها إلى الصين ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة. أستاذ نوري السلام عليكم. لنبدأ من تقرير لمجلة إيكونومست البريطانية. في هذا التقرير أكدت المجلة أن الاتفاقية الاقتصادية بين طهران وبكين ستجعل من إيران تابعا للصين، لا سيما أن الصين لديها تجارب اقتصادية سابقة سيطرت على دول عديدة عبر الابتزاز الاقتصادي. إلى أي مدى تتفق مع ذلك أستاذ نوري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاءت به الإيكونوميست خلال نشرتها، خلال مقالها الأخير، تحدث عنه العديد من الإيرانيين خلال الأشهر الماضية، الأربع الأشهر الماضية، حيث منذ بداية السنة 2020 نشرت بعض التقارير، أي سربت بعض التقارير حول هذه المعاهدة المشؤومة بين إيران والصين. فما جاءت به الإيكونوميست هو غيظ من فيض في الواقع. يعني ما مكتوب في المعاهدة الإيرانية الصينية هي بالواقع امتلاك إيران من قبل الصين. بمعنى آخر، على البعد العسكري، إيران أي الصين ستستخدم ميناء شابهار بجنوب شرق البلاد المطلة على بحر عمان كقاعدة عسكرية استخباراتية تنصب بها أجهزة متطورة جدا بمشاركة من الإيرانيين والروس، ترصد هذه الأجهزة على مساحة ودائرة أي حوالي 5000 كيلومتر. بمعنى أن سوف ترصد كل الملاحة البحرية والجوية والمحادثات التجارية والاقتصادية في جميع هذه البلدان في هذه الدائرة 5000 كيلومتر. فهذا عمل استخباري كبير يهدد أمن المنطقة، يهدد أمن العالم. وهكذا إيران ستصبح قاعدة استخباراتية صينية متقدمة نحو الغرب، وتشكل جبهة استخباراتية قوية جدا أمام قبالة حلف الناتو وكذلك الولايات المتحدة والدول الأخرى التي لديها معاهدات مع الغرب والولايات المتحدة وأوروبا وغيرها. فما يحدث هذا على الصعيد العسكري. والصعيد السياسي، هكذا المعاهدة هذا في الواقع بشكل آخر تقدم تنازلات كبيرة إيرانية إلى الصين، حيث الصين تستقر في إيران وتستخدم كل سوق النفط والغاز لصالحها. من جهة أخرى، الطاقة البشرية الإيرانية سوف تصبح طاقة شبه مجانية وتشتغل كعمال، شبه ما يحدث بكوريا الشمالية في الواقع. يعني يعمل الشخص قبالة لقمة الخبز اليومي، قبالة القوت اليومي فقط. فهذا المستقبل الإيراني. وعلى المستوى الأمن الداخلي، سوف تنصب 15 مليون كاميرا في أنحاء المدن الإيرانية، منها 10 مليون كاميرا مراقبة تراقب المدن الكبيرة، السبعة الكبيرة في إيران، أي طهران والأحواز ومشهد وتبريز واصفهان وشيراز ومدينة أخرى. وخمسة ملايين سوف تراقب. مراقبة من أي نوع أستاذ نوري؟ مراقبة من أي نوع؟ المراقبة السياسية الأمنية، حيث هناك حراك إيراني قوي منذ سنين. هذا الحراك هو يعمل ضد السلطة، ضد نظام الملالي. فلمراقبة هذا الحراك الشعبي العارم سوف تساهم الصين وروسيا وإيران في رصد هذا الحراك بقية إخماده. طيب أستاذ نوري، في حال فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية، إلى أي مدى يمكن أن تعول إيران على الدور الصيني وموسكو وربما الاتحاد الأوروبي لإنقاذها من الأزمات الاقتصادية؟ مقدمة، إيران منذ أيام قليلة حديث كان في طهران أنه لا، هذا حديث السلطة الإيرانية من الأروغة السياسية الإيرانية، أنه لا حاجة للأسواق الغربية لسوق النفط، وهناك الصين سوف تستخدم السوق النفط الإيراني ويتم بيع النفط الإيراني بالمجمل على الصين، ومردوده يصير لصالح الاقتصاد الإيراني. هذا ما تطمح إليه إيران، أن الصين تصبح هي السوق والدولة المنقذة السياسية الأمنية الاقتصادية والغطاء الأكبر
لإيران. هذا ما يطمح له النظام ويعمل عليه منذ سنين طويلة. طيب. وإذا ما نجح ترامب فتصبح الجبهة جبهة غربية شرقية، بمعنى آخر الصين روسيا إيران وما تبعهما من ميليشيات وأخرى بجبهة أخرى، والولايات المتحدة وحلف الناتو وما تبعها من جبهة أخرى، ونقطة الحراك يكون في منطقة شابهار ومنطقة الخليج ومنطقة هكذا خليج عمان والمحيط الهندي، فالمعترك سيكون هناك أمنيا وعسكريا أكثر من السابق، والمعترك الاقتصادي هو ساحة النفط والغاز والأوبك وغيرها. لو تحدثنا عن مآلات العقوبات الاقتصادية على إيران من قبل الولايات المتحدة، يعني معهد بروكينز الأمريكي يؤكد أن عقوبات واشنطن على طهران أضعفتها فعلا، لكنها لم تغير سلوكها وأنها لم تستطع أن ترضخ النظام الإيراني. هنا السؤال، هل فشلت إدارة ترامب في سياسة تقليم أظافر النظام الإيراني بعد إعلانه سياسات العقوبات القصوى؟ يجب أن نقرأ الحدث هذا بشكل آخر، وبمعنى أن إيران عملت منذ 40 عام على توطيد علاقاتها مع الشرق، مع أوروبا، مع دول عديدة، في حال أن الرئيس ترامب جاء منذ فقط 4 سنوات وتعثر في البيت الأبيض، حيث هناك المعسكر الآخر في الولايات المتحدة ليل نهار يعمل ضد إدارة ترامب، ولا يمكن مقارنة 4 سنوات عمل إدارة ترامب قبالة 40 عام توطيد علاقات سياسية وأمنية وعسكرية وتمدد وإلى آخره من الجانب الإيراني. العمل الإيراني تعثر في الشرق الأوسط، تعثر في الداخل، إيران أضعفت صحيح ولكن لم ترضخ بعد، نتيجة أنه ما عملته خلال 40 عام عمل قوي جدا، والنسيج سياسي واقتصادي وأمني قوي جدا، فالولايات المتحدة بين الحين والآخر تكشف القنوات الإيرانية السرية وتقوم تأخذ خطوات وتقطع هذه القنوات العسكرية عفوا الأمنية الاقتصادية. وعلى سبيل المثال ما حدث خلال اليومين الماضيين وهو قضية تحريم البنوك الإيرانية، 18 بنك الإيراني، فهذه القنوات الأخيرة فمستمرة إدارة ترامب، وإذا ما انتخب الرئيس في ترامب الدورة القادمة سوف يستمر يعني بعجالة وأكثر شدة وقصفة. طيب. تجاه النظام الإيراني. أستاذ نوري، بالنسبة للشعب الإيراني، يعني إيران معروفة بانتهاج السياسة البراغماتية في مناقشة أو محاورة أزماتها الدولية، لكن إلى أي مدى يمكنها اختبار صبر الشارع الإيراني الغاضب والمنهك اقتصاديا؟ بأقل من دقيقة لو تفضلتم بذلك. إيران طول عمرها لم تكن يعني تستخدم يعني البراغماتية بشكل صحيح كما هو مألوف بعالم السياسة والعلاقات الدولية. إيران أينما شاهدت لغة القوة ومنطق القوة ترضخ أمام هذه القوة لا أكثر ولا أقل. فالداخل الإيراني إذا ما استطاع يرتبط ويعني يربط مطالباته بالأمن الدولي والمعارضة الخارجية والقبول بالواقع الاجتماعي السياسي يعني السوسيولوجيا المختلفة الإيرانية، إذا صار تعريف مانيفس جديد يتقبل الحقوق المشروعة لجميع الإيرانيين بما فيها بالدرجة الأولى الشعوب غير الفارسية، سيكون هذا مخرج لكل إيران مما وقعت به على يد نظام الملل. عبر سكايب من مدينة ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة، شكرا جزيلا لكم.